في اليوم الثالث من زيارة البابا فرانسيس بر الفاتيكان إلى أفريقيا الممتدة لستة أيام، ومع وصوله إلى أوغندا دعا البابا فرانسيس إلى التضامن مع اللاجئين، وقال الحبر الأعظم إن الطريقة التي يتعامل العالم بها مع اللاجئين تختبر إنسانيته. وكان البابا قد استهل جولته من العاصمة الكينية نيروبي فيما سينهيها بزيارة جمهورية أفريقيا الوسطى. وسط أجواء من الحماس والتأثر تستقبل حشود كبيرة بابا الفاتيكان في زيارته الأولى إلى القارة السمراء منذ ترأسه للكنيسة الكاثوليكية عام 2013، وفي قداس أقامه الحبر الأعظم في حي كانجيمي البائس على أطراف العاصمة الكينية نيروبي، انتقد البابا الأوضاع المعيشية في الأحياء الفقيرة محملا الأقليات التي تتمسك بالسلطة والثروة مسؤولية ذلك. ومن استاد كارساني في نيروبي دعا البابا الشباب إلى التمسك بالمثل وعدم الانجرار نحو التطرف. أناشد خصوصا شباب الأمة، اجعل القيم العظيمة لتقاليد إفريقيا والحكمة والحقيقة لكلمة الله ترشدك إلى العمل لتشكيل مجتمع أكثر عدلا وشمولا واحتراما لكرامة الإنسان. وفي محاولته معالجة الانقسامات بين المسلمين والمسيحيين في إفريقيا، التقى البابا فرانسيس ممثلين لأتباع مختلف الديانات، حيث دعا إلى التعاون الديني والحوار بين الأديان. أما إجراءات الأمن المشددة التي شهدتها نيروبي خلال الزيارة فقد انتهت الآن مع ترقب وصول البابا إلى أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى، اللتين تشهدان العديد من الصراعات.